رغبة ان احنا نعمل حاجات متنوعة، وده السينما. السينما ان انت لازم عندك دايما تشوف بره، في افلام تاريخية وافلام كوميدية وافلام اكشن وافلام رومانسية. احنا عندنا للأسف الشديد في حاجات ما بنقدرش ان احنا نتناولها او نعملها بسبب ان التكلفة بتاعتها عالية جدا، وفي حاجات كتيرة بتحكم السوق ان انا ما اقدرش اكلف تكلفة كبيرة عشان انا ببقى لازم كمنتج مستني الربح العائد ده. المنافس بتاعتك في البيع والحاجات دي في حاجات كتيرة مؤثرة على صناعة السينما بشكل سلبي، وزي القرصنة وزي القنوات اللي بتفتح وبتعرض فيها الافلام قبل ما تتباع، فبيخلي المنتج بياخد الريسك اقل. ما اقدرش، ممكن يبقى عنده ميزانية ان هو يدفع مبالغ كبيرة بس بيخاف عشان لازم ترجع له، فما تبقاش خسارة كبيرة. لكن في النهاية خالص لما في حد مقدامه جاي ان هو جاي يعمل كده، دي حاجة كويس. انا اكيد مثلا نفسي اعمل فيلم تاريخي، او نفسي اعمل فيلم عن الجيش وعن الحروب اللي مصر خاضتها، زي الافلام المؤرخة في تاريخ الفنانين اللي عملوا شاركوا في الاعمال دي.